الحمد لله. بالنسبة لمسألة زيارة النساء للمقابر، ذكرت لكم بأنها مسألة خلافية، والحنابلة ذهبوا إلى التحريم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. القول الثاني قالوا بأن يجوز زيارة المرأة للمقابر، ولكن لا على سبيل الاستمرار، تزورها أحيانا. واستدلوا بلفظة زوارات، قالوا هذه على صيغة المبالغة. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصاب. القصة معروفة، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك استدلوا بزيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن، وذكروا شيء من هذا. القول الثالث قالوا على الإباح، يباح زيارة المقابر، واستدلوا بجميع الأدلة الواردة في زيارة المرأة للمقابر.